حد ما عبروا نفسه يقول كلمة قالوها كتير زمان ناس اقترعت بيها وناس فاكرها جنان فوق أنا جايه لكم معايا الحل فوق كل كلام منكم مل وفوق أنا جايه لكم معايا الحل فوق كل كلام منكم مل سيركل واللي برحب بيهم معايا النهارده في استوديو صباحك عندنا سريعا كده هقول لكم اسمائهم ورحب بيهم. صباح الخير باسم خيري جيتارست وباك فوكال. صباح الخير. وشهاب طارق الفوكال اهلا بيك. سمعنا منه فوقه وايضا مشمش وهو الالكتريك جيتار اهلا بيك معانا. ويوسف حسن بيس جيتار اهلا بيك. انا مش عايزه اتكلم كتير نفسي اسمع اكتر. يعني سيركل اسم اصلا غريب وعلى المصريين هيبقوا مش فاهمين هو انتوا قصدكوا ايه. ده انجليزي وبعد كده انتوا كلكم جيتارات وانتوا ناس عايزين تغنوا عربي ولا انجليزي. هقول لكم اشمعنى يعني اخترتوا الستايل ده بس. الستايل اولا احنا الروك اصلا مزيكا روك عامه احنا كلنا بنحبها جدا. اتقابلنا واحنا كنا نعرف بند قبل ما نكون البند كنا نعرف بعض قبل ما نكون البند. فقلنا طالما احنا حابين النوع ده من المزيكا فقلنا نكون البند ونحاول نقدم فكره موسيقى الروك بس بالطابع الشرقي بتاعنا بالليركس او الكلمات العربي. شهاب الكلمات انتوا اللي بتكتبوها ولا في حد بيكتب لكم؟ لا والله احنا معتمدين على نفسنا جدا في الموضوع ده عشان احنا عايزين نعمل مود جديد شويه مختلف
حاجه يعني بيسموها سايكيدليك ميوزك او اللي هي المزيكا النفسيه شويه. كلام بعيد عن يمكن حاجات كتير موجوده في المجتمع، بس هو بيتكلم عن الشخص ذات نفسه، الاحساس والنفسيه بتاعت البني ادم نفسها، سواء سعيد سواء حزين سواء محتاج دعم نفسي محتاج غضبان. والله كلنا محتاجين دعم نفسي دلوقتي. مش يمكن انت دلوقتي انضميت للفرقه دي من قد ايه ونفسكوا في ايه؟ انا مع سيركل بقالي مثلا ممكن سنتين ثلاثه. يعتبر انا وشهاب وباسم اللي اسسنا الباند اصلا في الاول. نفسنا في ايه؟ نفسنا ان احنا رسالتنا توصل للناس كلها. نفسنا نعرف الناس، يعني اولا يعني نوعي الناس بفكره البروجريسيف روك، المزيكا اللي احنا بنلعبها طبعا مع الاورينتال. وفي نفس الوقت نفسنا ان احنا الليركس بتاعتنا او كلماتنا توصل للناس كلها، نوصل للناس يعني. طب عشان توصل يوسف، يعني حفلاتكم بتبقى وسط الشباب، جمهوركم من الشباب، ولا بتختاروا اماكن معينه تغنوا فيها عشان الناس تبقى مستوعبه الموسيقى بتاعتكم؟ هو عامه البانز الاندر جراوند اللي هم يعني مش معروفين قوي اليومين دول بيحتاجوا يعني اليومين دول دعم في الحفلات وكده. فاحنا اي حاجه بتقابلنا، حفله او اي حتى برامج او اي حاجه، بنحاول نشترك فيها باي طريقه. الصاوي كان بتفتح دايما ايديها للباند الاندر جراوند، هل كان ليكم فرصه انكم تغنوا في الصاوي ولا؟ والله كان لينا فرصه الحمد لله، هنغني في عمليه مسايه عمليه الصاوي. يعني يعتبر اكبر مكان في مصر دلوقتي حاليا للمزيكا الاندر جراوند. يعني انا كنت لينا الشرف ان احنا ننظم هناك حفله كانت بتعرف الناس على مزيكا الروك العربي كمان، لان الروك العربي عامه في مصر مش معروف. طب احنا عايزين نعرفهم بقى من خلال صباحك عندنا، احنا سمعنا فوق وتسمعونا ايه دلوقتي؟ التراك اللي جاي القضيه. القضيه القضيه. طيب نسمع القضيه من فرقه سيركل. سيطر عالبقية وتلاقيه بألف وش، والقضية هي هي من زمان ما تغيرتش، واحد مسيطر عالبقية وتلاقيه بألف وش، واللي حاصل إننا الخوف بيجرف دمنا ومعروفين بجبننا والقدرة على تحمل الغش. خوفك مش مانيك قوم ونادي بأعلى حس، ولو الخوف اتملك فيك يبقى حقك تسكت بس، لو انت خوفك مش مليك قوم ونادي بأعلى حس،
الليلة والخوف اتملك فيه يبقى حقك تسكت بس دي الحياة واخدك بعيد وحاسس انك وحيد خايف من التجديد وماشي وراك تبص يعني الحقيقه ستايل مختلف وعايزه انوه ان في اتنين كمان من الفرقه مش موجودين معانا النهارده اللي هم مين عبد الرحمن مصطفى وعمر كيال عبد الرحمن مصطفى وعمر كيال بيكونوا موجودين معاكم فرقه بكامل عددها بتكونوا سته لكن النهارده معانا اربعه منهم وهم طبعا ضيوفنا الكرام باسم وشهاب ومشمش ويوسف انا عشان ناخد يعني وقتنا كله في الغناء هنختم فقرتنا دي بيهم في اغنيه سريعه معنا لا تسمعونا ايه احنا بقى عشان احنا فكره البند بتتكلم اصلا على الناس اللي ما عندهمش يمكن هدف شويه في الحياه وبيلف في دايره مغلقه عايزين يخرجوا منها وده اسمكم ده اسمنا اصلا ده معنى سيركل بالمناسبه الدايره معنى سيركل او دايره احنا اخترنا الانجليش كمان عشان يبقى المسمى يعني احلى شويه بس عامه بنقول لهم طلع نفسك بره الدايره طلع نفسك بره الدايره من فرقه سيركل او يعني باللغه العربيه ترجمتها الدايره نسمع حمد Thank you.
يكتب شخبط دوس في حياتك رتب ظبط ابدا لقي بكره تلاقي ردود اطلع وانزل حاول تعمل حاجه تحل حياتك اجمل صمم توصل دوس على اي حدود شقلب لقمة تكتب شخبط دوس في حياتك رتب ظبط افضل نادي وبكره تلاقي ردود اطلع انزل حاول تعمل حاجة تخلي حياتك اجمل صمم توصل دوس على اي حدود ما تقولش لا الوقت فات هو انت عايش كام مرة حرك حياتك بالسجان طلع نفسك من الدايره لبره ما تقولش لا الوقت فات هو انت عايش كام مره طلع حياتك من السكان طلع نفسك من الدايره لبره والتزاماتك حاول تبني بجهدك ذاتك ولا ليك دعوه بخوف ولا اي كلام حاول تعمل حاجه تخلي الناس تضرب لك ميت تعظيم سلام كل حياتك والتزاماتك حاول تبني بجهدك ذاتك ولا ليك دعوه بخوف ولا اي كلام حاول تعمل حاجه تخلي الناس تضرب لك ميت تعظيم سلام ما تقولش لا الوقت فات هو انت عايش كام مره خرج حياتك بالسكان